الانتخابات القادمة سوف تكون مرحلة جديدة. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سوف ترسل بعثات من المراقبين وفرنسا سوف تكون موجودة، لأن نجاح الانتخابات المقبلة هو في مصلحة الجميع. وأود أن أقول لكم أننا معجبين بقدرتكم على احترام الجدول الزمني الذي حددتموه لانتخابات 10 أكتوبر تشرين الأول، ونحن نعرف أنه هذا تحد بحد ذاته وهذا نصر حقا للدولة العراقية وللحكومة العراقية اليوم. نحن هنا وسنبقى لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية والتي ينتظرها الشعب العراقي وخاصة الشباب الذي يجب أن يكون في صميم اهتماماتنا اليوم والذي يتطلع للعيش بسلام والإبداع والخلق والتعلم. أكثر من 500 ألف شاب وشابة يصلون إلى سوق العمل سنويا، بالتالي يجب إيجاد الظروف التي تسمح بالاستجابة لاحتياجاتهم. وأود أن أقول لكم أنه أن فرنسا سوف تبقى ملتزمة إلى جانبكم لمكافحة الإرهاب طالما رأيتم أن هذا مفيد وأن هذا ضروري، وطبعا القرار النهائي هو قراركم. مكافحة الإرهاب يعني أيضا عودة الاستقرار الكامل في المناطق التي تم استعادتها من داعش.